هلا يا جماعة، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين. أهلا وسهلا بكم بفلوق جديد. شوفوا أنا وإيلين إيش لابسين اليوم. شوفوا 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 الجمال يا أختي عليك لولي. إيش الحلاوة هذه يا بنت؟ إيش اللون اللي لابسين اليوم؟ بينك. واللبس كمان اللي أنا اخترت اليوم هو اللون الوردي، يعني طقمت البنطلون مع التيشيرت والقميص، وحتى الشنطة يا جماعة جبتها باللون الوردي، لأن اليوم أنا وإيلين رح نقضي 24 ساعة باللون الوردي. وبما أن اللون الوردي هو اللون اللي حبوه أغلب البنات، صراحة ما قد شفت بنت ما تحب اللون الوردي أو حبت اللون الوردي في طفولتها. إيلين لما كانت صغيرة كانت تموت في اللون الوردي، فبما أن اليوم رح نقضي 24 ساعة أنا وإيلين باللون الوردي، جينا عند أول مكان عشان نفطر فيه وناكل شيء باللون الوردي. أوكي؟ Let's go. شوفوا يا جماعة الكافي اللي لقيته أنا وإيلين، شايفين كيف يجنن، يفتح النفس، كله خضار كذا مع صوت العصافير. لولي إيش رأيك؟ حلو مرة حلو. يلا let's go. تعالي نشوف شيء وردي. يلا ما في شيء ثاني بس في مكرون وردي. أو لا بس مكرون. خلينا نشيك هنا نشوف. أو سوري. أو ما في شيء. أو يا جماعة بدينا حضرنا نحس من الصباح. المهم علينا، رح ناكل مكرون اليوم، رح يكون your lucky day لأنه حناكل مكرون من الصباح. اوكي جماعة الحين رح نبدأ نفطر أنا وإيلين. لولي مستعدة متحمسة؟ شوف الفطور الفنان اللي شفت لك إياه. ترى والله يا جماعة لذيذ. المهم يا جماعة خلونا نكمل فطورنا المتواضع ونروح للمشوار الوردي الثاني. اوكي يا جماعة الحين وصلنا للمفاجأة الثانية. متحمسة تبي تشوفيها؟ ايوه يلا. اوكي ليتس جو. اوكي يا جماعة الحين بما انه راح نقضي يوم كامل باللون الوردي، فاخترت هذا الصالون اللي ما شاء الله دخلت. يلا يلا ليتس جو. او ماي جاد او ماي جاد. اوكي يا جماعه وصلنا صالون. الصالون هذا اسمه هيلو كيتي. طبعا هنا في كل الاشياء اللي يحلموا فيها البنات الصغار، يسوون لهم شعرهم، مانيكير، بديكير، يدلعوهم، كمان يسووا معاهم انشطه. فقلت هذا الصالون حيكون مناسب عشان نقضي فيه يومنا الوردي. صح يا لولي؟ اوكي يا جماعه صرنا جاهزين لانه الحين انا وإيلين راح نسوي باث بوم. هذول هم اللي تحطوهم في البانيو، عرفتوهم؟ يكونوا زي الاملاح كذا للبانيو. شوفوا يا جماعه حتى الصحون جابت لنا اياها باللون الوردي. الحين سويت صابون. اوكي يا جماعه الحين كمان راح نسوي مو بس باث بوم، قررنا كمان نسوي صابون يدوي الصنع على شكل قطه كمان باللون الوردي. اوكي؟ اوكي. يا جماعة خلصنا سوينا الصوابين. طبعا إيلين اختارت صابون هيلو كيتي وهنحطه بعدين في الحمام. يجنن طلع كيس صغير، حطيته الحين في الثلاجة عشان يجمد. الحين راح نسوي البات بوم اللي هو عبارة عن الكرات هذه الملحية اللي تحطوها جوة البانيو كي تنزل ريحة عطرية ويكون فيها أملاح مرة كويسة للجسم. فاخترنا كمان اللون الوردي، والريحة اللي اخترناها راح تكون ريحة شوكولاتة. ريحة تجنن يا جماعة. نفسه الله نفس الريحة. حلو مو؟ شوكولاتة. واو شو يا جماعة الباس بام صار جاهز. شوفوا اللون بينك فاتح يجنن. الحين ايش راح نسوي يا لولي؟ راح نحط جليتر. واو يا جماعة يجنن. هذا البات بوم يا جماعة صار جاهز، شايفين؟ راح ناخذه للبيت، يجنن شكله مرة حلو.
اوكي جماعة خلصنا، حطينا الصابون في الثلاجة وسوينا الباث بوم، الحين رح نروح ندلع نفسنا اول مرة انا وإلين. متحمسة؟ إلين انت جاي الصالون معاي. يلا ليتس جو. شوف الصالون سو كيوت لولي. اوكي يا جماعة الحين إلين راح تسوي شعرها واخترنا هذا اللون، شوفوا هنا في درجات البينك والبنفسجي. ما شاء الله خلصنا شعرها، ايش رايكم يا جماعه؟ وايش هذا قاعد تسوي انت هذا؟ اشوف وريني شعرك. اوكي يا جماعه شوفوا، لعبد الرحمن شاف إلين من ورا مستحيل يعرفها، مستحيل. شوفوا شعره ما شاء الله قديش صار طويل. بس انا مشكلتي يا جماعه ما احب الشعر لما يكون ماسك كذا، يعني اتوقع انه ساعه بالكثير راح اشيله. احب شعر يكون كذا عروم انه ركشه، بس احاول تخلي لي اياه انه يكون مفتوح وبنفس الوقت تضيف لي هذه الخصلات، انه ما تكون كذا المشدود، لانه انا ما احب شعر مشدود علي ابدا. شوفوا لولي ايش اختارت، بسكوت هلو كيتي، شكله يجنن. خذي بالعافيه. اليوم إلين يعني يوم سعدها، صح يا لولي؟ مره مبسوطه انت؟ اوكي يا جماعه الحين جا دوري، راح نسوي لي نفس تسريحه إلين بس شويه حنخليها مفتوحه. شايفين الالوان اللي بجنبي؟ تجنن، تفتح النفس. اوكي يا جماعة خلصنا الشعر انا وإلين. لولي ايش رايك تسريحتي؟ إلين طبعا غارت، قالت تسريحتي افضل من تسريحتها، بس انا تسريحتك جنن. You like it؟ القلب؟ طبعا تسريحها كلها من ورا يا جماعة، زي ما وريتكم كذا قلب سويت لي مرة حلو. عجبك لولي؟ الغيرة يا جماعة الغيرة. الحين يا جماعة هنسوي مناكير بذكير انا ولولي، طبعا اخترنا اللون الوردي، هذا اللون اللي اخترناه. شوفوا 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 اللي يتدلع، شوفوا اللي يتدلع. لولي وريني اظافرك، الله اللون يجنن. لولي حبيتي؟ شوف خليها تسوي لك اياه. واو ايش الحركات والدلع هذا يا لولي اليوم، ايش الحركات؟ وهذا اللون اللي انا سويته. اللي لسه قاعد تخلص رجولها، المهم انا خلصت الميك اوفر، مره مبسوطه، الاجواء هنا تجنن. شوفوا يا جماعه الصابون صار جاهز، الحين راح نحطه هنا. خلصنا يا جماعه. واو احلى الايام صح؟ كيف التجربه يا لولي؟ تيجي هنا دائما؟ ايوه. إلين مره عجبها المكان يا جماعه، قالت لي ابغى اجي هنا دائما اسوي شعري بنفسجي وتبي تجرب كل الالوان. المهم يلا يا لولي احنا جوعنا الان، لانه المكرونه اللي اكلناه الصباح مره ما كفانا، فالحين ايوه بس نحن لازم نشتري اشياء. اشياء ايه؟ بعدين حنشتري اشياء، الحين حنروح ندور اكل. اوكي؟ اوكي. طيب يا جماعة شوفوا احنا حنخرج، وشوفوا إلين الترجي اللي قاعد تسوي لي اياه، ايش قلتي لي قبل شوية؟ حجابة يامي. حتسمع الكلام؟ حتنظفي غرفتك؟ حتاكلي بسرعة؟ قولي والله. والله والله. المهم يا جماعة إلين تبغى هذا البسكوتة، خذي تستاهلي. اوه ماي جاد، اللي صرفته على شعرك وعلى مناكيرك اكثر من هذا البسكوت مليون مره يا لولي، بس فرحت بالبسكوت اكثر من الشعر. شوفوا 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 الحماس، شوفوا الحماس. قلت لها تقدر تشتري اي شيء باللون الوردي. طبعا لقينا هذا المحل
شايفين؟ لا 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 تشيلي شنط واشياء ما نبغاها. حتفق معك اتفاق، عندك دقيقة واحدة بس تجيبي الأشياء الوردية. أوكي. من نوع أي لون ثاني بس وردي، أوكي؟ أوكي. وجيبي وجيبي كمان أمك، لو لقيتي لي أشياء حلوة كمان تجيبي لي إياها. أنا ما أقدر أسوي. عشتوا! طيب. كمان دقيقة واحدة. لا أنا ما حاطة لي دقيقة، أنت لك دقيقة بس ظبطيني، أوكي؟ أوكي، آر يو ريدي؟ 1 2 3 يلا جو 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 لولي يلا. والله يا جماعة سريعة. ايش 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 تبغي؟ اي هذه القطة؟ اوكي خذي يلا حطيها في السلة، حطيها في السلة. يلا بسرعة لولي بسرعة. 42 ثانية. وريلين 27 ثانية ما اخذتي ولا شيء. يلا يا لو خلي العربية خذي اشياء. خمسة ثواني، ثلاثة ثواني. والله ما شاء الله عليها كفو، خلاص انتهى الوقت. يا جماعة لو عبد الرحمن كان مسوي التحدي كان مات من البسطة. ليش؟ لأنها أخذت شيء واحد بس، تخيلوا. أخذت القطة هذه بس، وفي حياته هذا ما صار إنه اللي تاخذ شيء واحد، بس يلا على حظي الحمد لله. ما شاء الله. ما كفى اللعبة هذه اللي أخذتيها، خلاص يكفي. أنا بس وريهم. مين هذه؟ هذا القطة. هذا بنتها. اوكي يا جماعة انا وإليم خاطرنا ندخل هذا الموفي، هذا موفي باربي وكذا، يعني حيكون في اشياء وردية. الموفي حيبدا الساعة 7، الحين الساعة 7 ولازم نوصل له تقريبا ربع ساعة، فان شاء الله نلحق انه نشوف شوية من الموفي. اوكي يا جماعة وصلنا السينما، شوفوا الحين الساعة كم؟ 47، يعني الفيلم مضى عليه 40 دقيقة بس إليم مصرة تبغى تدخل. طابور لا، يعني انا ماني عارفه ايش فايدة دخول فيلم 50% اصلا منه راح، بس إلين مصره قلنا خلاص نلبي لها هذا الطلب. اوكي يا جماعه جيت احجز التذاكر واكتشفت انه الفيلم باقي له 20 دقيقه ويخلص، فقلت حرام صراحه ندخل على فيلم باقي له 20 دقيقه ويخلص. فالحمد لله انه لقينا فيلم اطفال ثاني ولكن مو باربي ولا وردي، وقلنا خلاص معليش، يعني صار غش شويه في هذا الموضوع انه ما حندخل فيلم وردي، بس يلا معليش. جو 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 جو. 8 بالضبط يا جماعة الفيلم الثاني راح يبدأ الحين. الله على المقاعد الملونة جنة. إلين في مقعد وردي ولا لا؟ تعالي يا جماعة طلبنا هوت دوغ، لأنه هوت دوغ وردي. إلين كلي يلا كلي كلي كلي. يا جماعة ما في ناس هنا. كل الناس اللي ورانا طلعوا من السينما، احنا انا وياك الواحدة اللي ترى. يمدينا نصرخ، يمدينا نتكلم براحتنا، يمدينا نسوي اللي نبغاه. اوكي؟ ووهو. خلصت الموفي يا جماعة، هل عجبك؟ ايوه. انا عجبني اكثر شيء انه ما في الا احنا. الموفي اعطيه 3/10 صراحة، ما حبيته كثير. المهم خلينا نروح الان. طبعا يا جماعة ما ادري كان صوتي يستمع او لا، لكن على السينما هنا طلبنا هوت دوغ بما انه النقانق لونها وردي، فالحين راح نروح نحلي نشرب لنا ميلك شيك. اتوقع انه حنلاقي ميلك شيك بالفراولة. ليتس جو ليتس جو. انت شايفين الحماس على وجه إلي؟ يا جماعة طلبنا أحلى ميلك شيك ممكن تشوفوه بحياتكم، مستعدين تشوفوه؟ I'm so proud of you, mommy, you just me. يلا واحد. وش الحب هذا؟ واحد اثنين. شوفوا 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 ميلك شيك وردي مع كوتن كاندي. الله بس ايش دخل ازرق؟ ما ندري خلاص ما عليكم ما عليكم. انا بغيت اشتريها. وش هذا؟ قالوا لي ازرق، هذا ممنوع تاكليه اليوم. لا لا غشيتي. يا جماعة إلين دلعت نفسها اليوم واشترت لنفسها لعبة، باقي دور أمها الحين تدلع نفسها. راح أجيب لي شمعة لونها وردي، وراح أجيب لي عطرة وكريم وكذا وردي.
شوفوا على طول اول ما دخلت المحل شوفوا كل الوردي. ايه واحد هنا وردي وهنا وردي وهنا وردي وفي كمان هنا وردي وهنا بنفس. والله كل الالوان ما شاء الله موجوده، فحاخد اتوقع هذا اللي هنا. I just noticed you from Eileen. Oh my god. Yeah. You are on the vlog. I'm a big fan of you. شوفوا يا جماعة لقيت هذول الاثنين، شايفين معطر جسم وكريم للجسم، اللون الوردي وريحة كذا ورود، كمان ريحة مرة حلوة. يا جماعة هذه المجموعة اللي لقيتها البينك وراح اخذها كلها، ريحتها تجنن. شوفوا يا جماعة أنا نازلة من المول، إيلين ما شاء الله وقفتنا عند كوفي هنا، تقول لي في عندهم بان كيك مدري. واو بتاخذيها؟ يلا اوكي واحدة بس. وبما اني كنت قريبة من السوبر ماركت فقررت انا وإلي ندخل ونشوف الاشياء الوردية اللي نقدر نلاقيها. شوفوا يا جماعة رجعنا البيت وإلي ما شاء الله حطت كل الاغراض الوردية اللي جبناها اليوم. واو ايش رايك ماما حلو؟ والله يجنن يا لولي. جماعة هذا الصابون اللي سويناه احنا اليوم، والله مرة عجبتني فكرة الصوابين هذه، افكر اني اسوي فلوج عنه كذا، نصنع صابون في البيت ونصنع كمان باث بومز كمان في البيت. احس كذا هذا زي ايس كريم يا جماعة، لو جبتوا لاحد هدية كذا مصنوعة يدويا اتوقع او 100% حيفرق عليها اكثر من لو جبتي له هدية جاهزة. مرة حلوة هذه الاشياء اللي تكون معمولة يدويا، يعني تحس لها قيمة ثانية، مرة تجنن. كمان هذا الباث بومز، وهنا الأشياء اللي اشتريناها من السوبر ماركت. يلا ناكل. أيوة شوفوا مين قرر ينضم لنا. طب ليه ما لبست فستان وردي؟ روح البس فستان وردي وتعال. يلا مع السلامة، خلونا نشم العطر هذا اللي جبناه. الله والله مرة يجنن ريحته، تجنن أحلى ريحة في العالم. واو. المهم إيش حتاكل يا إيلين؟ أنا عن نفسي عطشانة، هشرب هذا حليب الفراولة. أنا كمان وأنت كمان. يلا بسم الله. أنتي بدوني صراحة ما أحس نفسي جوعانة يا جماعة، فبس أتوقع إني هشرب هذا المشروب وبس. إيلين أنت إيش حتشربي كمان؟ حتاكلي شيء ولا لا؟ باكل شيء ما شاء الله. المهم يا جماعة إن شاء الله تكونوا انبسطتوا معانا، وإن شاء الله تكون أيامكم كلها وردية وكلها فرح وسعادة، لأنه هذا اللون لون الفرح والسعادة. ما أدري أحس اللون الوردي مرة من الألوان الحلوة. لولي أنت انبسطتي اليوم؟ مرة انبسطت. تبين نسوي باللون بنفسجي؟ صح. وصل لهذا الفلوج ل 100,000 لايك. اوكي زي ما قالت إيلين يا جماعه، اذا وصلتوا هذا الفلوج ل 100,000 لايك راح نسوي لكم يوم كامل باللون بنفسجي، وراح نخلي عبد الرحمن كمان يشارك معانا ونسوي هذا الفيديو في قناتنا العائليه، فانتوا كفو قدها وقدود. وبس حبايب قلبي لا تنسوا تدعمونا باللايكات الكثير اذا عجبكم هذا الفيديو، ولا تنسوا تكتبونا تحت في التعليقات اذا حابين تشوفونا بالوان ثانيه وافكار فيديوهات ثانيه. لا تنسوا تتابعوني على الانستغرام وسناب شات وحسابات تحت صندوق الوصف وهنا على الشاشه. احبكم كثير وان شاء الله اشوفكم على خير في فلوج ثاني.